أسعد الله أوقاتكم أحبتنا. هذا عين على المشرق يطل عليكم في هذا المساء، فمرحبا بكم وأنتم تتابعون نورسات تليوميير ونورسات الأردن، لنقول لكم في هذا المساء هنا مادبا. نأتي إليكم مع التاريخ من مدينة التاريخ والفسيفساء والقداسة. نحن في مؤاب، نحن إلى الشرق من جبل نيبو، نحن على بعد 20 دقيقة من مكاور. نحن من الأردن نطل عليكم في هذا المساء الطيب في مدينة التاريخ، التي إذا ما فتحت أسفار القداسة قرأت اسمها وتاريخها، وأيضا تقرأ في صفحات هذا الحاضر تلك العلاقة الأخوية ما بين أهلها. هنا تلاحم الأردنيون لحمة التآخي والوئام عندما جاء العزيزات وتلاقوا مع بني حميدة، وعلى بعد مسافة من هنا نسمع صوت ميشع عند ذيبان. من هذه الأجواء نطل عليكم في هذا المساء، ويسعدني أن يكون ضيفي هذه الليلة معالي الدكتور فارس بريزات حفيد ميشع. مرحبا بكم سيدي. الله يسعد مساك سيدي، وشكرا على الاستضافة. شرفتنا معاليك، وأنت ابن هذه البلاد الطيبة، أنت مؤابي وأنت حفيد ميشع، وكأني بالمسلة الموجودة في باريس تحمل نكهة لبريزات ونكهة أهل ذيبان ونكهة هذه المنطقة. من هذه الأجواء التي تحكي التاريخ نقول لمعاليك، وأنت الذي تقلب في العديد من المناصب وظل ثابتا على حبه لهذا الوطن وقيادة هذا الوطن وارتباطه بتراب القداسة، أنت رئيس مجلس أمناء نماء للدراسات الاستراتيجية. نستضيفك اليوم لأنك تمثل هذا الوطن وهذه المنطقة. مرحبا بك مجددا. شكرا أبونا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا بأني أكون معكم، وأنا أود أيضا أن نشكر إخواننا في كنيسة دير لاتين في مادبا على هذا تحت الفرصة أن نكون بهذا المكان. الحقيقة مقدمتك يعني تثير كثير من الشجون، وتدعونا لاستحضار التاريخ للحديث عن الماضي وعن المستقبل. مادبا فعلا هي المدينة التي احتضنت العشائر المسيحية عندما أتت من الكرك إلى ذيبان، وأقامت في كنف عشائر الحمايدة في ذيبان لمدة 2 ثم انتقلت إلى مركز مدينة مادبا في هذا المكان، وتم إقامة هذه الكنيسة هنا التي الآن أصبحت متحف، وهناك أيضا المباني العديدة التي تم بناءها بعد ذلك، وتشكلت على أنقاض المدينة المؤابية والقلعة المؤابية الموجودة هنا. وإذا ما أتيحت لك والآخرين الفرصة بالسير في سراديب هذه القلعة لترى بئر الماء المؤابي القديم، وترى الأنفاق التي بنيت عليها هذه الكنيسة وهذا التراث العمراني الفريد من نوعه، تقرأ بها التاريخ وتستحضر أيضا مستقبل واعد لهذه المنطقة من الناحية السياحية. كما تعلم أبونا مادبا اليوم هي مدينة السياحة العربية تم تسميتها، وأنا أود أيضا أن نشكر كل من ساهم بهذا الجهد، سواء كان من وزارة السياحة ودائرة الآثار وكل من كان له علاقة من جامعة الدول العربية أيضا ومنظمة السياحة العربية، وكل من شارك بهذه النقلة التي نأمل
أن ترفد اقتصاد مدينة مادبة ومحافظة مادبة بمزيد من النشاطات الاقتصادية للمساهمة في حل المشاكل الاقتصادية في هذه المنطقة. أنا من الذين يؤمنون إيمان كبير جدا بأن السياحة في بلدنا لم تصل إلى المستويات التي نصب إليها بعد، وهناك أنواع عديدة جدا من السياحة، خصوصا السياحة الدينية. والسياحة الدينية نتحدث فيها عن زيارات مقامات الصحابة للمسلمين، وأيضا الحج المسيحي لإخوتنا المسيحيين سواء كان في المنطقة أو من خارج المنطقة. الأردن هي جزء من الأراضي المقدسة للمسلمين وللمسيحيين، وفي هذا المكان نحن على بعد أمتار من كنيسة يوحنا المعمدان في هذا المكان، وعلى بعد عشرات الكيلومترات من مكاور، المنطقة التي قطع بها رأس يوحنا المعمدان النبي يحيى بن زكريا عليه السلام. وليس ببعيد من هنا أيضا نقف ونطل على المغطس أين عمد السيد المسيح. إلى الشرق منا أيضا تقع أم الرصاص، 14 كنيسة هناك ومليئة بالآثار الفريدة، خرائط الفسيفساء وغيرها. على بعد أيضا عشرات الأمتار من هنا كنيسة الخارطة وكنيسة الرسل، وهناك كنائس أيضا لغاية الآن لم ترمم، ونرى فيها الكنائس الخرائط الفسيفسائية الفريدة التي تتحدث عن تاريخ هذه المنطقة، وتتحدث عن رسوماتها، عن ما الذي كان سائدا في هذه المنطقة قبل آلاف السنين. الاسم البيزنطي لمدينة مادبة مياديبة، مياه الفاكهة تعني، وكل لوحات الفسيفساء التي نراها هنا ترى بها رسوم لشجرات الفاكهة، يقومون بقطف الفاكهة وغيرها. هذه الأرض أرض مبارك، سواء كان بناسها أو بنباتها أو بتاريخها، ونأمل أيضا أن تبقى كذلك في المستقبل. نسعى جاهدين إلى أن تكون مدينة مادبة مدينة للحج المسيحي، ومحافظة مادبة كلها مدينة للحج المسيحي. الآثار المسيحية الموجودة فيها كثيرة جدا، ما اكتشف منها يكفي لأن يمنحها هذا اللقب، ولكن أيضا هناك الكثير الذي لا زال مدفون تحت الأرض، ونأمل أن يتم استكشافه قريبا. معاليك، يعني هذا الطواف الذي أخذتنا به في روح مادبة وتاريخها وجغرافيتها يعيدني إلى هذا المكان. مادبة مدينة التاريخ، وهنا كما تفضلتم نحن في أفياء كنيسة، هي كنيسة قطع هامة يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هو نبي الأردن، يوحنا المعمدان هو الذي عمد السيد المسيح. يوحنا المعمدان حاضر هنا في المغطس، حاضر في مكاور، وهامته تشهد على جريمة كبرى في التاريخ، جريمة ضد شاهد الحق. هناك رسالة لمادبة، يبدو أنه رسالة مادبة التاريخ والجغرافيا أدركتها الكنيسة في سنة 2000، قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني جاء إلى ماذا؟ جاء إلى هنا. السؤال، هل ترون أن مدينة وعاصمة السياحة العربية هل أخذت دورها في أن تكون وجهة للحج المسيحي؟ كما تفضلتم يعني عشرات الكنائس، ربما يحتاج هذا إلى جهد. أين وكيف، ما هي رؤيتكم؟ ونحن نتحدث عن حضور مقدس في هذه الأرض. نعم سيدي، أولا محافظة مادبة إذا نتحدث عن الأرقام مؤهلة لأن تكون عاصمة الحج المسيحي بامتياز، لأرقام المواقع، أرقام الكنائس، خرائط الفسيفساء، النقوش الموجودة فيها في كل الجهات،
في عام 2019 وصل إلى جبل نيبو نحو 800,000 سائح. وصل هذا رقم؟ نعم، في عام 2019 كان 800,000 سائح، في وصل منهم للمغطس حوالي 185,000 سائح، بينما مدينة مكاور أو القلعة مكاور وصلها فقط 7,000 من هؤلاء، بينما وصل لكنيسة الخارطة في مدينة مادبا نحو 400,000 زائر. هذا باعتقادي أرقام متواضعة مقارنة بما يمكن أن تصل إليه المدينة والمحافظة من استقطاب لأعداد الزوار، سواء كان السياحة الثقافية أو سياحة المغامرات أو سياحة الزراعة أو سياحة التجارب أو غيرها. مادبا ليست فريدة من ناحية وجود مواقع مسيحية، ولكنها المدينة الأغنى في تقارب هذه الأماكن من بعضها البعض. نعم. إحنا اليوم إذا بدنا نحكي عن حج مسيحي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، نعم، نبدأ من الشمال من بيت إيدس أينما يقع كهف السيد المسيح، نعم، ثم إلى مار الياس في عجلون، سيدة الجبل في عجلون في عنجرة، نعم، إرحاب في المفرق، أم الإجمال أيضا في المفرق، نعم، أم الرصاص، دير الفحيص. هناك المناطق التي نستطيع أنه نعدها، يعني على الأقل 11 موقع هذول لهم علاقة مباشرة بالحج المسيحي، 5 منهم معترف بهم من الفاتيكان كمواقع للحج المسيحي. وأيضا في هذه الكنيسة، الكنيسة التي تسمى كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان، في ستينيات القرن الماضي تم تسميتها كأحد مواقع الحج المسيحي من قبل الفاتيكان. فنحن لدينا هذا الكنز الذي باعتقادي لم نصل إلى الحد الذي يمكننا من القول بأنه هذه المدينة التي ينبغي أن تسمى عاصمة الحج المسيحي وينبغي أن تكون عاصمة الحج المسيحي استطاعت أن تستقطب العدد الذي يليق بهذا التاريخ وبهذا الإرث. وهي أيضا قضية مكملة للسياحة الدينية في أماكن أخرى. نحن لدينا من مقامات وأضرحة الصحابة الكثير والعديد، وأنت تعرف ذلك، نعم، من الشمال الأردن لجنوبه. أيضا مقام أبو ذر الغفاري في منطقة المثلوثة، نعم، والشقيق في مغاريب ذيبان، قريب جدا من تل ذيبان الأثري الذي كان عاصمة الملك ميشع، وسبق أن ذكرته أيضا، ومسلة ميشع التاريخية التي تحدث فيها عن انتصاراته آنذاك وعن مملكة مؤاب التي امتدت من شمال مادبا إلى سير الحسا في جنوب الكرك ومحافظة الطفيل الآن. هذه المناطق الغنية بإرثها والغنية بما تعرضه علينا من فرص، ليست فقط لتعريف العالم بما هو الأردن ومن هم الأردنيون، وأيضا نحن لدينا قصة لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تكون منسية ولا يمكن نسيانها، هي قصة العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، بين أهل البدو وأهل الحضر في أردننا الحبيب. نحن نتحدث عن 100 عام من البناء المتراكم، وهذا البناء المتراكم لم يبنيه أبناء العشائر فقط، ولم يبنيه أبناء البدو فقط، ولم يبنيه أبناء الحضر، بنوه جميع الأردنيين من كافة المشارب بأديانهم المختلفة وأعراقهم وأجناسهم، من الشركس والشيشان والمسلمين والمسيحيين والبدو والأردنيين والأردنيين من أصل فلسطيني ومن أصل سوري ومن أصل عراقي وكردي وحجازي وما إلى. هذا البلد قدره أن يكون دائما المكان الذي يلتقي فيه الناس على المحبة وعلى الخير والبناء، وتقديري أننا تمكننا من بناء الكثير، ولكن لازالنا أيضا لازال أمامنا مشوار طويل في البناء. وحديثنا اليوم من هذا المكان عن الحج المسيحي وعن السياحة الدينية وعن تطوير مثل هذه المنتجات السياحية يأخذنا إلى مسارات نأمل بأن تكون هي مستقبل بلدنا التنموي. أيضا معاليك، أنت خبير استراتيجي وأنت رئيس لمؤسسة محترمة نماء للدراسات الاستراتيجية، وعملتم في الديوان الملكي الهاشمي وكان لكم جهد في موضوع الحج المسيحي. الآن
ما هو المطلوب من أطراف معادلة الحج المسيحي؟ الحكومة، الكنائس، الكنائس لا أقول كنائس فقط هنا، وأنا المطلوب من الكنائس في هذا العالم. نعم. أنا أحمل مقولة دوما أن كل كنيسة تفتح أبوابها يوم أحد صباحا هي تتحدث بطريقة أو بأخرى، هناك ذكر لهذا الوطن المقدس، للمغطس، لهذه الأرض المباركة. كيف ترون رؤيتكم لاستراتيجية العمل على تعزيز دور الأردن ومكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي؟ سيد، ما هو المطلوب؟ النهوض بالسياحة بشكل عام. نعم. من ضمنها السياحة الدينية، السياحة الإسلامية والمسيحية، يتطلب أن يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في كل منطقة فيها مواقع حج مسيحي ومواقع للصحابة. وهذه المزارات جميعها إذا لم يشعر المجتمع المحلي أنه جزء من هذه العملية، يعني يكون من الصعب جدا أن تنجح ويعني تسير إلى الأمام. المطلوب اليوم، المواقع هذه كلها مهمة، ولكن التنظيم قد يبدو في العمل السياحي أهم من الأهمية. نعم. وإذا ما عدنا إلى الأرقام اللي ذكرناها بأول حلقة، نعم، عن نيبو مثلا 800,000، هناك تدار من قبل الفرنسيسكان، والفرنسيسكان يأتون بزوارهم من فلسطين إلى الأردن. لو كانت القضية لها علاقة بالأهمية فقط لكان هذا العدد ذهب إلى المغطس الذي هو أهم من جبل نيبو بالنسبة للمسيحيين، وكان ذهب إلى مكاور التي هي أهم من نيبو أيضا بالنسبة للمسيحيين. ولكن التنظيم هو الأساس، الأهمية على المكان الذي تحتله بالنسبة للمؤمنين أو الذين يرغبون بممارسة طقوس الحج المسيحي لا تكفي لكي يأتوا إلى هذه المناطق. أولاً يجب أن يتم تطوير هذه المناطق. أنت بحاجة في منطقة مكاور ومنطقة المغطس إلى تحويلها إلى destinations، إلى أماكن قابلة لوجهة سياحية قابلة لاستضافة الزوار، التعامل مع عدد كبير من الزوار سواء كان بالبنية التحتية أو بالتنظيم أو بالتأهيل وما إلى ذلك. هذا كله يحتاج إلى جهد منظم. أنا تقديري أن الدولة، وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة مشكورة على كل الجهود التي تقوم به، وهيئة تنشيط السياحة، ولكن لا يوجد لديها الموارد المالية الكافية لكي تقوم بترميم هذه الوجهات ووضعها على شكل يليق باستقبال آلاف وبعشرات الآلاف ومئات الآلاف. إذا المشكلة هي بنية تحتية؟ المشكلة بنية تحتية بشكل أساسي. نعم. نعم. الأردن من البلدان التي تعتز بالوجود المسيحي فيها، سواء كان بالإرث العمراني أو بالإرث الثقافي أو بالإرث الديني. وكما تعرف أبونا، نحن نعيش بهذا المجتمع كإخوة سواسية. نعم، صحيح. ولدينا الكثير لكي نقدمه للعالم. صحيح. عن قصة العيش في هذا البلد. صحيح. منذ أكثر من 1400 عام والمسلمون والمسيحيون. صحيح. يعيشون في هذه الأرض، والعشائر لها نفس الأسماء أيضا، ويتزوجون بعضهم البعض ويعيشون في نفس الأحياء ولديهم نفس الاهتمامات ويتحدثون نفس اللغة. وهذا إن دل على شيء يدل على أنه لدينا ما نقوله للعالم وما ينبغي أن يراه العالم. في الوقت الذي تعاني فيه مجتمعات أخرى من الاقتتال والاحتراب على أسس دينية وطائفية وعرقية وما إلى ذلك، نحن بحمد الله تمكننا في ظل وجود قيادة هاشمية راشدة وعاقلة أن نبني مجتمع وأن نبني دولة وأن نبني مؤسسات. اليوم
تقدم خبراتها ليس فقط للمجتمع الأردني وإنما أيضا للمجتمعات المحيطة بنا وفي العالم. قوات حفظ السلام الأردنية لا تفرق بين أن هذا من الهلسة من الكرك ولا من البريزات من مادبة ولا العمري من 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 إربد ولا حداد، سواء كان حداد المسلم ولا حداد المسيحي، من المفرق ولا من جرش ولا من عجلون ولا من 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 إربد ولا من السلط. هو يذهب سامر حداد في قوة حفظ السلام في كرواتيا ولا في ولا في أي مكان، هو يحمل شعار الجيش العربي المصطفوي، القوات المسلحة الأردنية أو جهاز الأمن العام الأردني، فهو مواطن أردني يحمل رسالة عالمية. ونحن أيضا كبلد لدينا رسالة عالمية نقدمها للعالم. الحقيقة أن الزيارات البابوية للمملكة الأردنية الهاشمية واستقبال جلالة الملك وسمو مستشار جلالة الملك للشؤون الثقافية والدينية والعائلة المالكة لقداسة البابا ولجميع القيادات الكنسية، سواء كانت من القدس أو من الفاتيكان أو من غيرها في الكنيسة الشرقية أو الغربية أو الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو غيرها، جميع هذه نحن نشعر بأننا جميعا أسرة واحدة من القيادة وإلى المجتمع وإلى هذه هذا التل الذي نحن به الآن. كما رأيت الإخواننا وأخواتنا في كل مكان يرغبون بأن تسير هذه الدولة إلى الأمام ويسير هذا المجتمع إلى الأمام، ولدينا الكثير لكي ننجزه، وإن شاء الله أنه الله يوفقنا بالتعاون أنه نصل إلى ما نصب إليه. نحن في مادبة وإحنا في كنيسة تابعة للبطريركية اللاتينية، نشأت هذه الرعية 1880، والكنيسة اللي إحنا بنشوفها سنة 1902 يعني تم العمل على تشييدها. في حضور هذا الحضور المسيحي عزيزات بيجددوا صورة هذا التآخي المسيحي الإسلامي. نعم. ولم يتوقف الأمر هنا، بل كانت الكنائس المسيحية في هذه المدينة المحبوبة كانوا يقومون بدورهم في التربية والتعليم، المدارس، تنشئة، وجود الكهنة والراهبات هنا، عاشوا جنبا إلى جنب مع قبائلنا وأحبتنا أولاد عمومتنا كنا هنا. في رسالة من مادبة، إيش الرسالة اللي بتحكيها مادبة الآن؟ يعني عادة بقولوا مادبة يعني حاضرة، مدينة فيها حضور مسيحي. شو هالرسالة؟ رسالة المدينة اللي فيها حضور مسيحي في وسط إسلامي متوسط، في وسطية وفي اعتدال. نعم. شو الرسالة؟ أول رسالة إنه هذه في هذا المكان تأسست عام 1880 أول مدرسة. نعم. وكان هناك إذا ما نظرت إلى الكنيسة القديمة. نعم. وهي بالمناسبة من قبتين مثل هذه القبة، وكان المقصود فيها آنذاك أن تكون غرفتين، إحداهما كنيسة والأخرى مدرسة، الآن أصبحت متحف مع بناء الكنيسة، أصبحت متحف. وإذا ما نظرت إلى الصور المعلقة على الحائط ستجد مثلا مدرسة الذكور آنذاك جميعهم بنفس الشكل، لابس الحطة والعقال الغليظ وفروة أو عباء، ولا تفرق بينهم. والإناث أيضا إذا ما نظرت إلى الصور جميعهن نفس الشكل، لا يوجد فرق بين هذه وتلك. فأول شيء أنه هذه المدرسة التي أنشئت في هذا المكان لها الرسالة التعليمية، الرسالة التي نتبناها جميعا اليوم، بأنه نفتخر بأنه نحن لدينا من أكثر المجتمعات تعليما في المنطقة العربية وأقلها أمية. ولكن أيضا في نفس المكان تم إنشاء أول مسرح في الأردن، وهذا رسالة ثقافية تبعث من هذا التل، من هذا المكان إلى كل المنطقة والعالم، بأنه لدينا سبق في أشياء كثيرة جدا، ليس كأهل مدينة مادبة فقط، وإنما أيضا في الأردن. يعني قبل أن تتأسس المملكة الأردنية الهاشمية كان في هناك محاضر ثقافية وتنموية منها هذه المدينة. أنا عندما أنظر إلى الصور المعلقة وأقرأ تاريخ المدينة، الحقيقة أني أشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز
بكل أهل مادبة ومحافظة مادبة بجميع عشائرها. هذه المدرسة، مدرسة اللاتين، لا تعلم فقط أبناء الإخوان المسيحيين، أبو الغنم والشوابكة والشخاترة والزايدة والحمايدة والملالطة وكل والسبعة، كل أهل مادبة موجودين فيها وكلهم يتعلموا منها. أنا أقاربي جابوا من أوائل المملكة من هذه المدرسة، إذا تخرجوا منها أولاد إخواني يدرسوا في هذه المدارس. جميعنا لدينا ما نفتخر به، وجميعنا لدينا ما نعتز به، ونتأمل أنه هذا الاعتزاز وهذا الفخر أيضا أن يتحول في قادم الأيام مع تنشيط الحركة السياحية، سياحة الحج المسيحي وسياحة المزارات أيضا الإسلامية، أن يكون هناك انعكاس إيجابي لهذا النوع من النشاط الاقتصادي على المجتمعات المحلية، لكي نتمكن من حل مشكلة البطالة والفقر في مجتمعاتنا. بدنا نسمع عن ديبان سيدي، بدنا نمر يعني زورنا ديبان. والله سيدي ديبان وأهل ديبان قرايبك الحمايدة دائما 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 يرحبوا بكل ضيوفهم. نعم. وهذا طبعا كانوا الناس اللي استقبلوا زي ما حكينا بالبداية. نعم. العشائر العربية المسيحية عندما هاجرت من الكرك إلى مادبة استقرت في ديبان في عند عشيرة الحويان بشكل خاص وعند أبو ربيحة، وكانت المنطقة آنذاك كلها أرض فلاحة. نعم. الناس أهل حلال وأهل. نعم. قمح يعني وشعير. نعم. وزراعة. يا ريت في عندنا قمح من ذاك القمح. إن شاء الله إن شاء الله نرجع له يا سيدي. أمين أمين. في مبادرات اليوم زي مبادرة ذكرى مثلا. نعم. يعني من المبادرات اللي أنا جدا أفتخر فيها وأعتز فيها. نعم. لإعادة إنتاج القمح الأردني القديم وتقديمه للناس كغذاء. نعم. رئيسي. وفي هنا من الأشياء اللي شفتها بالمتحف أيضا عن أكل القمح والسمن البلدي في بالمتحف، شيء فريد يجب أن هلأ وإحنا طالعين إن شاء الله بنشوفه. نعم. ديبان سيدي اليوم بحاجة إلى تنمية قبل أي شيء ثاني، وأنا تقديري أن المشاريع التنموية التي يمكن أن تأتي وتأتي بها السياحة، إذا ما ربطنا أم الرصاص بعرار بتل ديبان بالمثلوثة ومقام أبو ذر الغفاري. نعم. بمكاور بتلب، هذه المناطق جميعها سيدي ومدينة. صحيح. مادبة جميعها مترابطة، جميعها إقليم واحد، إقليم. نعم. سياحي. نعم. متكامل. نعم. في كافة أنواع السياحة. أنت بس باختصار شديد أنت بتحكي عن البحر الميت على 400 متر تحت سطح البحر، مكاور حوالي 700 إلى 800 متر فوق سطح البحر، يعني أنت خلال أقل من 20 دقيقة بتكون من 400 متر تحت سطح البحر إلى يعني 1200 متر تطلعهن خلال أقل من نص ساعة. هذا ما في منه بالعالم سيدي. صحيح. هذا صح. بعدين بتعيش بأربع طقوس مختلفة وأنت طالع بهالنص ساعة. صحيح. زمان. صحيح. وبتشوف فيها تضاريس وبتشوف فيها التاريخ أيضا، المنارات القديمة التي كانت تستخدم كنظام إنذار مبكر على رؤوس الجبال بإشعال النار لإنذار الحصن إلى الحصن الآخر. نعم. أنه في. نعم. هناك. نعم. عدو أو في غزو أو ما إلى ذلك، هذه كلها موجودة اليوم. هذا التكامل بين التاريخ، بين عندك مثلا في منطقة ماعين ووادي الهيدان وحمامات قصيب وحمامات ماعين ومنطقة. نعم. الزارة، إضافة إلى وجود المياه المعدنية التي يمكن أيضا تطوير مشاريع أخرى عليها إضافة. نعم. المشاريع الموجودة الآن، هناك أيضا السياحة الزراعية. في إيطاليا مثلا حوالي 70% من عدد السواح الذين يذهبون لإيطاليا يقومون بنشاطات السياحة الزراعية، وهي سياحة بسيطة. نعم. صحيح. ولكنها يعني مفيدة جدا للمجتمعات المحلية. نعم. في القرى التي يزورها. نتأمل أن أيضا يضاف إلى ذلك سياحة التجارب البدوية وسياحة السير على الجبال، وهذه المناطق من مناطق شهيرة جدا في تنوعها الحيوي أيضا. عندما تكون الغيوم والشتاء على جبال مادبة وعمان بتكون تحت بالبحر الميت، أنت تسير بملابس صيفية وتستمتع بأجواء بديعة ما بيها حم ولا بيها برد. باعتقادي هذه النعمة الربانية بهذا الطقس المميز لم نستثمرها بالشكل الأفضل أو الشكل الأمثل بعد. لدينا هناك سوق غني جدا في الخليج إذا ما نظرنا فقط
الذين يعملون بدولة الإمارات وقطر والبحرين والسعودية من الأجانب الذين يرغبون بذهاب يوم أو يومين إلى منطقة أخرى يغيروا بها جو. الأردن هو أفضل هذه المناطق صحيح. التنوع الموجود فيه نعم صحيح. من جبال عجلون وبرقش الخضراء إلى الصحراء على بعد ساعة إلى أم الجمال وتلك المناطق صحيح. برقع الضاحك الهزيم هذه المناطق الثلاثوات بشرق الأردن لدينا تنوع باعتقادي أنه لغاية الآن لم نرى مستقبله ولم نرى إمكانياته لكن نتأمل أنه بتسليط الضوء على مثل هذه المواقع اللي حكينا فيها وبتنوع التجارب السياحية اللي ممكن تصير فيها أنه ننهض بمجتمعنا وننهض بدولتنا ونبني مؤسسات أقوى وهذا بحاجة إلى تكاتف جهود الجميع. اليوم لدينا مشاكل نراها أمام أعيننا نظافة المدن نظافة الطرقات هذه يجب أن يثور كل أردني ضد هذه المناظر التي ينبغي أن لا نقبل بها ويجب أن نؤشر إليها دائما بأنها تسيء للسياحة وتسيء للأردن وتسيء للأردنيين وينبغي أن نرتقي جميعا بأخلاقنا ونسمو بها لكي لا نسمح بأن نرى شوارعنا غير نظيفة أو مواقعنا السياحية غير نظيفة. وهذه رسالة بوجهها لكل أردني غيور ولكل أردنية غيورة نشمي ونشمية بأن يساهموا في الحفاظ على هذا البلد وعلى نظافته وعلى بيئته. معاليك 150 سنة تقريبا يعني كمان تحتفل مادبة بتأسيسها عمرها 150 سنة. نعم. السؤال ماذا نتوقع من هذه من كون مادبة عاصمة السياحة العربية؟ كيف نريد أن نربط ما بين مادبة كوجهة سياحة ذيبان وإقليم ذيبان كوجهة للسياحة الزراعية وهذه فكرة رائدة ودرب الحج المسيحي الذي بارك انطلاقته صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم في سبتمبر الماضي. هذه يعني هذه الأفكار وهذه المبادرات التي تتم كيف تربطها مع كون مادبة عاصمة السياحة العربية وإيش مطلوب منا إحنا كمواطنين أردنيين؟ وأنا أنا أعلم بأنه أنت كونك حملت مهام حقيبة وزارة الشباب أنت أضفت نكهة للعمل الشبابي. كيف ترون أننا قادرون أن نساعد مادبة أن تكون فعلا عاصمة سياحة عربية وأن تستفيد من هذه الخصوصية التي نالتها؟ سيدي المعرفة هي الأساس لكل شيء. إذا لم تكن تعرف عن ما لديك لا يمكن أن تتحدث عنه. أول ما يمكن أن نقوم به كمواطنين أردنيين أنه نتشرف بزيارة مدينتنا وتتشرف أيضا هذه المدينة باستضافة أهلنا من كل أصقاع الوطن لكي يتعرفوا على ما هو موجود بها. أنا اليوم بزيارتي قبل الحلقة للسراديب والكنيسة والمتحف وما إلى ذلك هناك الكثير لكي يراه العالم. اليوم كنيسة يوحنا المعمدان التي يعني على بعد أمتار من الآن هنا هذا الطراز المعماري اللي فيها طراز فريد نعم صحيح. عمرها أكثر من 100 عام نعم. وعندما تنظر إليها ترى بأن لدى الأردنيين فن معماري وذوق معماري يمكن تقديمه ليس فقط للأردنيين من كافة المناطق وإنما أيضا للعالم نعم صحيح. فنحن لدينا قصة يجب أن نرويها للعالم ولدينا سردية هذه السردية تحتاج إلى أن تصل إلى كل مكان. هذا المعرفة هي رقم واحد. بناء على المعرفة ينبغي أن نقوم بإدارة أكثر حصافة وأكثر فعالية لمواقعنا السياحية.
طبعا كلنا عانينا من الكورونا ومن احتجاب الحركة السياحية ومن عدم القدرة على الحركة، ولكن الآن بدأت العالم بدأ يتعافى تدريجيا، لم يتعافى ولكنه بدأ يتعافى تدريجيا من هذا الوباء، ونأمل إن شاء الله أن نتخلص منه في القريب العاجل، خصوصا مع التقدم الطبي واختراع وتطوير الأدوية وما إلى ذلك. ولكن لدينا لغاية الآن واجبات كبيرة، نحن علينا أن نقوم بتجهيز هذه الوجهات السياحية لكي تستقبل الأعداد المتوقعة من الزوار. الشيء الآخر اللي أنا بتأمل من إخواننا في هيئة تنشيط السياحة وفي وزارة السياحة ودائرة الآثار هو أن يتم التركيز ليس فقط على البعد التوعوي، ولكن أيضا الترميم، إعادة تأهيل المواقع. مثلا قلعة مكاور لا يمكن أن تبقى بهذا الحال، هو أنه أنا شخصيا ابن منطقة وأقول أنه حال مخزي ومزري ولا ينبغي أن يقبل به أي شخص غيور على هذا الوطن وعلى مستقبل هذا الوطن. قيمة تاريخية وقيمة عظيمة. حداثة طبعا عظيمة. قيمة تاريخية عظيمة، واليوم أن تبقى بهذا الحال أنا تقديري بأنها وصمة عار على كل أردني على الأقل لديه علاقة بموضوع تطوير الآثار وتطوير المواقع السياحية، ونحن جميعا شركاء في هذا. نعم. لا نقول أن الوزارة هي فقط المسؤولة، نحن كأبناء مجتمع محلي وكمواطنين أردنيين جميعنا مسؤول عن أن ليس فقط مكاور، إحنا عندنا أم الجمال. أم الجمال لوحدها قصة في التاريخ وقصة في سياحة القوافل وقصة في سياحة الصحراء وفي سياحة الصيد وفي هذه جميعها إعادة إنتاج طريقة الحياة أيام الدولة الأموية. يا أخوي الحميمة، الحميمة من أرقى يعني بالتاريخ من أهم المواقع التي تم فيها إنشاء دولة. مظبوط ولا لا؟ ولغاية الآن الحميمة وأذرح لم يتم تطويرها كمواقع، هذه فقط لوحدها يأتيها المسلمون من كل مكان. نعم. وينبغي أن تكون أيضا وجهة سياحية لمن يأتي إلى المملكة العربية السعودية. نتحدث عن عشرات الملايين الذين يأتون للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج والعمرة. لدينا الإمكانية بأن نحن جيران الأراضي المقدسة للحجاز لمكة والمدينة، لدينا الإمكانية بأن على الأقل نقنع عدد من هؤلاء من عشرات الملايين أن يأتوا إلى الأردن لكي يروا أيضا بأن امتداد القداسة الدينية الموجود في هذه الأرض المباركة من مكة إلى المدينة إلى القدس إلى مادبة إلى عمان إلى أم الجمال إلى أم الرصاص إلى عجلون إلى إربد إلى المغطس، في كل هذه الأماكن نحن يجب أن نعمل على هذا التكامل بشكل أكبر. وباعتقادي أن الفرص المتاحة فرص كبيرة جدا، والتقصير هو تقصير منا نحن أن نقوم بتأهيل هذه المواقع، جعلها قابلة لاستضافة الزوار وأيضا ترويجها وتسويقها بالشكل المناسب. الجهود التي تقوم بها تنشيط السياحة ووزارة السياحة وأيضا بعض المبادرات الشبابية، مثلا في ذيبان مجموعة من الشباب قاموا بتطوير مبادرة ذيبان الجمال والتاريخ، يصوروا المواقع السياحية وبينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى لاقت رواج ولاقت احترام من الكثير. أنا أول من احترم مثل هذه المبادرة وقدرها وأشكرهم على الهواء، أن هؤلاء الشباب هم النموذج المتميز الذي يسلط الأضواء على جمالية هذا المكان وعلى الإمكانيات المتاحة في هذا المكان لكي يقوموا بتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية فيه. فنحن جميعا شركاء في هذا، لا أحد يتحمل مسؤولية أكثر من الآخر، جميعنا نتحمل ذات المسؤولية، وما ينبغي أن نقوم به هو أن ندرك بأن مستقبلنا هو بتعاوننا وبإحياء هذه المناطق وتحويلها إلى أماكن قابلة لاستقبال الزوار. أنا عندما أنظر، عندما نعود للحديث عن مادبة، مادبة يعني الفترة ما بين 740 إلى 1880 لم تكن موجودة، جاء إخوتكم المسيحيون من الكرك وكما قلنا سكنوا هنا وتجاوروا
مع إخوتهم أبناء عمومتهم الحمايدة، يعني الفترة فترة 1000 سنة، ولكن تقريبا أكثر من 1000 سنة بقيت ساكنة، ولكن بقيت لماذا قيمتها؟ إيش مطلوب منا نحن كأردنيين ونطل دوما على الثقافات الأخرى، على الدول الأخرى، على الشعوب الأخرى؟ ما هي الرسالة التي نأخذها من مادبة معاليك لننقلها إلى الآخرين؟ الأردن حمل دوما يعني مسؤولية ورسالة من هون، وإحنا قاعدين هون نخرج خارج هذا المكان منشوف القدس، إحنا قريبين يعني أبناء المنطقة، هذه الأرض الجغرافية. القيادة الهاشمية دائما كانت تحمل رسالة الحب والسلام والوئام إلى العالم، رسالة عمان. في رسالة من مادبة، إحنا في رسالة من مادبة، في خصوصية أختصر لك إياها، بدي أسمعها منك عليك. أختصر لك إياها. نعم. لدينا في مادبة مسجد المسيح وعيسى بن مريم عليه السلام. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه تختصرها كلها يا سيدي. يا سلام يا سلام. يعني يعني أن 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 يتم تشييد مسجد ويكرم فيه السيد المسيح ويسمى هذا، يعني هذه رسالة. هذه رسالة يا سيدي استكمال للتاريخ، هي ليست رسالة جديدة، هي استكمالا للتاريخ الذي عاشه أهلنا المسلمين والمسيحيين معا في هذه الأرض من القرن 8 الميلادي، عندما حدث الزلزال المدمر و دمر المدينة اللي موجودة الآن. نعم. على رأس التل. كانت كتب التاريخ تذكر لنا بأن هذه المنطقة كانت مناطق زراعية وتسكنها القبائل الأردنية البدوية بمسلميها ومسيحيها. نعم. وتفلحها وتزرعها إلى 1880 عندما بدأت أول إعادة الاستيطان فيها من قبل العشائر العربية المسيحية التي أتت من الكرك وبدأت بالبناء. اليوم أينما ذهبت في هذه المنطقة ستجد هناك أثار رومانية وأثار بيزنطية وأثار مؤابية قبل ذلك أيضا، هذه جميعها اليوم يعني فوقها كثير من غابات الإسمنت وغابات الحجر تم استيراده من مناطق مختلفة، ولكن هذا لا يعني أن المدينة قد اندثرت. المدينة لا زالت حية بروحها الوثابة، بثقافتها، بانسجامها، بتعاونها، بشراكتها. وأنا من الذين يؤمنون بأن قدر أهلنا في مدينة مادبة وفي المحافظة بشكل عام، روح لمعين مثلا، معين الحدادين وأهلنا عشائر معين. نعم. لغاية الآن العيش الجميل المشترك، تجد من الشركاء بالأرض وبالماء والكلاء وفي كل شيء. نعم. أنا عندما كنت طفل بالسبعينات والثمانينات أتذكر أبوي وأقاربي وإخواننا شركائنا الحدادين والطوال، نفس الشبر والحلال والحصيدة، يعني متشاركين في كل شيء. واليوم أيضا أنا وأبنائهم تعلمنا ونعمل معا، أصدقائنا من هذه العشائر أيضا جماعة مهنيين ومحترمين وتمكنوا من إحراز تعليم متقدم وقاموا بتقديم خدمات جليلة لهذا الوطن. الرسالة التي أود أن أذكر بها مرة أخرى بأننا جميعنا أردنيون، نعتز بأردنيتنا ونعتز بعروبتنا ونعتز بأدياننا بإسلامنا ومسيحيتنا، ونتأمل أن يستمر هذا العيش يقدم نموذج لغيرنا في المنطقة. اليوم إخواننا في لبنان وفي سوريا وفي مناطق أخرى يعانون الأمرين، وفي العراق وفي فلسطين أيضا، نتمنى لهم أن يهنأوا بحياة شبيهة بالتي نهنأ بها هنا في العيش المشترك، وفي المستقبل إن شاء الله اللي بيكون أمن وسلام على الجميع. شكرا معليك. شكرا لك سيدي. أحبتنا مرة أخرى من كنيسة اللاتين، من كنيسة قاعة
قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبة التي تشهد لحضور مسيحي عربي مادبوي. نقول لكم ساعدنا في هذا البرنامج في هذه الحلقة من عين على المشرق أن نطل عليكم من هذا البيت، هذا البيت المبارك، بيت عقد قديم، ونحن نجلس على بئر مؤابي عمره 3000 سنة. الأردن عتيق، الأردن المعتق هو أيضا في يحمل عبق القداسة والتاريخ والكرامة، هذه الأرض المباركة. نشكركم مجددا، ولا أنسى أن أشكر الإخوة في هذا الدير المبارك في دير مادبة، الأب فراس نصراوين كاهن هذه الرعية، وشكرنا لكم للمتابعة، وشكري لكل الطواقم التي جاءت معنا من عمان، طاقم نورسات وطاقم ABS الذين ييسرون وصولنا ووصول هذه الرسالة إليكم. دمتم ودامت القداسة، ولتكن بركات القداسة معكم من هذا المكان دائما، وتصبحون على خير. شكرا لكم. شكرا.